شكرا للزميل صالح بن حسن. حققت فعالية مكة تجمعنا في نسختها الثانية إقبالا كبيرا منذ انطلاقتها. حققت مبادرة إقبالا كبيرا منذ انطلاقتها، حيث تجاوز عدد الزوار 105,000، وهي الفعالية التي تنظمها الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة بالتزامن مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس، وتهدف إلى إثراء تجربة الزوار من أجل تحويل مكة إلى وجهة سياحية وإثرائية ثقافية.